вы себя сейчас чувствуете? بشكل عام مزاجي جيد الآن. الأطباء العسكريون يحققون المعجزات. هل حلق طاقمكم في تلك المنطقة قبل يوم أمس؟ وهل تعرفون تلك المنطقة بشكل جيد؟ بالطبع قمنا بتحديقات قتالية في تلك المنطقة مرارا ونعرفها حق المعرفة، وكنا نقوم بتنفيذ مهمات قتالية ونعود سالمين إلى المطار ضمن مسار العودة المحدد، وأنا كمساعد للطيار أعرف جميع المرتفعات في تلك المنطقة وأستطيع أن أهتدي إلى طريقي في هذه المنطقة حتى من دون استخدام أي أجهزة. يقال إن مسافة كيلومتر واحد بالنسبة للطيارين العسكريين تعادل ثانية واحدة فقط. هل كان من الممكن أن لا تلاحظ أنت وقائد الطائرة لحظة الخروج من الأجواء السورية؟ أبدا، هذا مستحيل حتى لثانية واحدة، لا سيما أننا كنا نطير على ارتفاع نحو 6000 متر في أحوال جوية جيدة جدا، وكنت أسيطر على التحليق بشكل كامل حتى لحظة إصابة الطائرة بصاروخ، وكنت أرى بشكل ممتاز على الخريطة وعلى الأرض أين هي الحدود وأين هو موقع طائرتنا. لم يكن هناك أي احتمال لاختراق الأجواء التركية. الطرف التركي يصر على أن طائرة F-16 التركية أنذرتكما عدة مرات بأن طائرتكما تخترق الأجواء التركية، فكيف تطورت الأمور بالفعل عند اقترابكم من الحدود التركية؟ في الحقيقة لم تكن هناك أي إنذارات، أكانت عبر التبادل اللاسلكي أو مرئية، ولم تكن هناك أي اتصالات مطلقا، لذلك دخلنا المسار القتالي بشكل طبيعي. يجب فهم ما هي سرعة القاذفة وما هي سرعة المقاتلة F-16. لو كانوا بالفعل يريدون إنذارنا لكانوا أظهروا أنفسهم من خلال التحليق الموازي، ولكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا القبيل، حتى أن الصاروخ أصاب طائرتنا في ذيلها بشكل مفاجئ ولم نره، وعليه لم نتمكن من القيام بمناورة تفادي الصواريخ. أنت الآن تخضع لدورة علاج، ماذا تخطط للمستقبل؟ أنتظر بفارغ الصبر انتهاء دورة علاجي لأعود للخدمة العسكرية، وسأطلب من القيادة العسكرية أن تسمح لي بالبقاء في هذه القاعدة الجوية. مقتل قائدي هو دين في عنقي.